بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بي معكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله نكمل مع بعض شرح درس ووتر لـ Prep 2. كنا اتكلمنا مع بعض في الفيزيكال بروبرتيز وكلمنا بالتفصيل عنها. هنتكلم النهاردة عن كيميكال بروبرتيز أوف ووتر. ده تكملة الدرس اللي احنا كنا بدأناه في الفيديو اللي فاتت، ومقصود بفكرة إن أنا أقسم أو إن أنا أتكلم على الكيميكال بروبرتيز أوف ووتر عموما، فأنا هتكلم على الووتر as a chemical compound، يعني هتكلم عنه كمادة كيميائية أنا بشتغل عليها. ولما أتكلم عن الووتر ككيميكال كومباوند، يعني همسك الووتر ده وفك مكوناته أو أحلل مكوناته. بمعنى إن أنا عندي الووتر ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من H2O. H2O يعني معناها ان هو فيه 2 H او فيه 2 هيدروجين اتومز و 1 اكسجين اتوم. الفكرة كلها انك لما تيجي تقسم الووتر، هل هيتقسم؟ هو طبعا H2O صح؟ فهو السؤال، هل انا لما فك مكونات الووتر ده لمكوناته الاساسية، هل هيتفك لO لوحدها اكسجين و H لوحدها؟ يعني ال H2 هتتفك، هيبقوا 2 H لوحدهم وبعدين واحدة O لوحدها، ولا هيتفكوا بطريقة تانية اسمها ionization، اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان هو يتفك ل H ويتفك ل OH. وفي الحقيقة لما بتيجي تفك الووتر، انت عندك الووتر الموليكيول بتاعها عامل كده، ان هي عبارة عن O في النص وهنا في H وهنا في H. فهو السؤال دايما اللي بيشغل الناس، هل لما انا افك الميه هتتفك للاول وحدها والاثنين اتش دول مع بعض، ولا هتتفك بالشكل ده ان هتبقى الاتش لوحدها والاو اتش لوحدها؟ طيب خلينا نتكلم عن الاثنين دول. خلينا نتكلم الاول عن الووتر لو حصل لها ايونايزيشن. ايونايزيشن يعني لو ده الموليكيول اوف ووتر هيتفك الاتش والاو اتش، وساعتها الايونيزيشن ده بنقول عليه ايه في الديفينيشن؟ ايونيزيشن اتس ا بروسيس، هي عباره عن بروسيس اوف كونفرتنج ذا مولكيول اوف كوفالنت اور اوف سام كوفالنت كومباوند انتو ايونز. يعني فكره انك تحول المركب اللي قدامك ل ايونز. يعني ايه ايونز؟ يعني انا عندي هنا اهو الاتش ماسك فيها او وبعد كده اتش. ايونز يعني ان انا افكه ل H بلس اللي ده كده الايون اوف A اوف H، وافك الحاجة تانية اسمها OH اللي هي هتاخد الاشارة ال A النيجاتيف. يعني انا بفك ال H2O ل H و OH. ال H دي بنسميها هيدروجين ايون وال OH بنسميها هيدروكسيد ايون. ماشي؟ طيب يبقى ionization it is a process of converting the molecule of some covalent compound into ions. طيب البيور ووتر ويكلي ايونايزد ماتيريال، يعني سهل جدا ان انت تعمل لها ايه؟ تعمل لها ايونايزيشن وذن اتس ايونايزد، بتبتدي ان هي تتفك لايونات لايونز، يعني ات جيف بوزيتيف هيدروجين ايون اللي هي الاتش بلس ونيجاتيف هيدروكسيد ايون اللي هي الاو اتش اي نيجاتيف. فالاتش 2 او اللي هي الووتر بتتفك الايه؟ بتفك الهيدروجين ايون وهيدروكسيد ايه وهيدروكسيد ايون. ماشي؟ تفك الايه؟ هيدروجين ايون وهيدروكسيد. طيب بالشكل ده وبالمعادلة دي لازم تتحفظ ان H2O give H plus اللي هو او ده الهيدروجين ايون و OH نيجاتيف اللي هو هيدروكسيد ايون. طيب في حاجة اسمها litmus paper. litmus paper دي ورقة عادية خالص لما بنعمل التجارب الكيميائية بتبقى معانا، هي بتبقى ليها لونين، يا اما لون ازرق يا اما لون احمر. الفكرة كلها ان انا بجيب litmus paper دي وبحطها مثلا في الليكويد اللي انا عاوز اعرف هو ايه، يقول لي ده ان كان اسيد ولا بيزك. يعني هو الكيميكال كومباوندز عموما نوعين في الاغلب، يعني بتبقى اسيديك كومباوندز او بيزك كومباوندز. فعشان اعرف هو اسيديك ولا بيزك لازم اجيب الليتموس. الووتر عندها نيوترال افكت. نيوترال افكت يعني ايه؟ يعني الووتر اللي انت بتشربها دي ولا هي اسيد ولا هي بيز. يبقى water has neutral effect on litmus paper red and blue because when it's ionized لما بتبتدي يحصل لها ionization it give equal numbers. لو احنا خدنا بالنا ان لو انا عندي O H sorry عندي H O H اللي هي الووتر اللي هي H2O، يعني ما هو بص هي بتكتب H2O
او اتش او اتش يعني الاثنين صح. الاتش او اتش لما تتفك بتتفك الاتش او اتش فايكوال نمبر يعني بتدينا ايكوال نمبر اتش وايكوال نمبر من الاو اتش فبالتالي هو ولا اسيد ولا بيز لان الاتش دي الاتش الايون اللي هو الاتش بلس يعني الاتش بلس ده هو اللي بيدلني على الايه على الاسيديك بروبرتي والاو اتش هو اللي بيدلني على البيزك بروبرتي فهو بيديني ايكوال نمبر اوف اتش بلس وايكوال نمبر اوف او اتش نيجاتيف فالنيجاتيف قد البوزيتيف فهو ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني ولا اسيد ولا بيز وبالتالي هو هاز نيوترال ايه نيوترال افكت يبقى ووتر هاز نيوترال افكت اون ليتموس بيبر ريد اند بلو بيكوز وين اتس ايونايزد ات جيف ايكوال نمبر اوف بوزيتيف هيدروجين ايونز اللي هو الاتش بلس which are responsible for acidic property and the negative hydroxide ion اللي هو responsible for basic property. طيب ده التقسيمه لو كنت هقسم بالايونايزيشن ان انا احوله لايون بلس اللي هو اتش بلس واتش نيجاتيف هل ممكن احول الووتر ل اتش 2 واو اتش سوري واو يعني انا دلوقتي عندي الميه دي الووتر اتش 2 او هل ممكن احولها ل H و O هي اسمها H2O هل ممكن احولها ل H لوحدها و O لوحدها في الطريقه اللي فاتت انا كنت بحولها ل H و OH انا هنا هحولها لايه ل H و O و H و ايه و O طيب عشان احولها ل H و O دي حكايه مش سهله ليه مش سهله لان الووتر كانت ديكومبوز انتو اليمنتس يعني الووتر ما بيتفكش للاليمنتس بتاعته احنا عارفين يعني ايه اليمنت يعني او واتش وان وحاجه وكده بس ده في النورمال ايه كونديشنز انما انا ممكن عشان احلله لمكوناته الاساسيه للاليمنتس الاساسيه بتاعته اللي هي الاو والاتش لازم استخدم الالكتريستي لازم استخدم ايه لازم استخدم الالكتريستي عشان اعمل الموضوع ده وبالتالي الووتر كان بي ديكومبوزد الكتريكالي اقدر ان انا احلله الكتريكالي بالطرق الكهرباء يعني وهنا بقى هنبتدي ندخل في الهوفمان فولتاميتر وده من اهم النقط في الدرس يعني ايه هوفمان فولتاميتر هوفمان ده جهاز بكل بساطه بنستخدمه علشان نحطه جوه الميه وهو بيحول لنا المية دي لهيدروجين والأكسجين مش الوقت مكونات المية دي O و H طيب أنا عاوز الO والH هجيب الهوفمان والهوفمان ده أحطه جوا الووتر بالشكل ده كده الهوفمان خلاص ده الهوفمان الهوفمان ده بيتحط المية من هنا من النص كده بس وانت بتحط الووتر لازم تحط دروبس اوف H2SO4 ال H2SO4 ده عبارة عن أسد ماشي أسد الأسد ده ليه مهمة احنا هنفهمها بعدين يبقى انا بجيب الهوفمان وهدفي ايه من الهوفمان هدفي من الهوفمان ان هو يديني هيدروجين ويديني اكسجين وبروح الهوفمان ده املا مية وبعد ما املاه ميه احط نقطتين ثلاثه دروبس اوف اي اوف اتش 2 اس او 4 اسمه سلفوريك اسيد وابتدي اوصل الالكتريستي في تحت هنا في الايه في الهوفمان كده من تحت هتلاقي يعني في طرفين واحد اسمه انود وواحد اسمه كاثود انود وكاثود الانود دايما بوزيتيف والكاثود دايما نيجاتيف دول الوصلتين او الكونكشن ويز الكتريستي دي النقط الاتصال مع الكهرباء وابتدي اوصل الكهرباء بتاعتي هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف واشغل الجهاز لما انا بشغل الجهاز بتبتدي الالكتريستي تاثر على الووتر وتبتدي تفك تعمل ديكومبوزيشن لمكونات الووتر تعمل ديكومبوزيشن لايه لمكونات الووتر تفكها وتحول لي الووتر لهيدروجين ناحيه الكاثود وتحوله لي لاكسجين ناحيه الانود يبقى يبتدي يفك مكونات الووتر لهيدروجين واكسجين الهيدروجين يروح ناحيه الكاثود وما تنساش الكلام ده والاكسجين يروح ناحيه الانود انتوا في الامتحان بقى ايه مشكلتكم في الامتحان بقى مشكلتك ان انت بتيجي في الامتحان مش فاكر البوزيتيف اسمه ايه والنيجاتيف اسمه ايه فالبوزيتيف اسمه انود والنيجاتيف اسمه كاثود ومش فاكر برضو
هو ال H أو الهيدروجين بيروح كاثود ولا أنود؟ لا الهيدروجين بيروح كاثود وال O بيروح إيه؟ أنود. وهنعرف الوقت ليه بيروح ده، يعني ليه الهيدروجين بيروح كاثود وليه ال الأكسجين بيروح أنود. تعالوا بقى نقرأ الكلام ده على الهوفمان وكل كلمة هنا بتتحفظ. بيقول لي هنا the acidified water decomposed by electricity into. كلمة acidified water دي مقصود بيها الووتر اللي احنا حطينا عليها نقط ال H2SO4. ما هو الديليوت H2SO4 ده عبارة عن سلفوريك أسيد مخفف، ديل دي يعني مخفف. أنا حطيت H2SO4 نقطتين ثلاثة كده و خليته اسيدفايد، يعني كده انا ضفت على الووتر اسيد. حتى هنعرف ليه حطينا على الووتر اسيد، يعني ليه خلينا اسيدفايد ووتر. تعال نروح نشوفها قبل ما نكمل. بيقول لي هنا في جيف ريزون، ماشي. بيقول لي هنا لا السؤال ده، بيقول لي هنا جيف ريزون، بيقول لي ايه؟ ادينج فيو دروبس، جيف ريزون ادينج فيو دروبس اوف دايلوت هيدروكلوريك سوري دايلوت سلفوريك اسيد. ليه حطينا كميه من السلفوريك اسيد على الووتر اثناء during the electrolysis of by Hoffman؟ ليه اثناء ان انا التفكيك بهوفمان بحط نقطتين ثلاثة من الاسيد اللي هو السلفوريك اسيد؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ما هو انت الجهاز ده بيشتغل بالالكتريستي، صح ولا لا؟ طيب هو اصلا البيور ووتر، البيور يعني الميه النقيه يعني اساسا باد كوندكتور اوف الكتريستي، يعني الميه اساسا ما بتسمحش للالكتريستي ان هي تمشي من خلالها. فانا لما بحط نقطتين من الاسيد بخلي في امكانيه لان الالكتريستي تمشي، عشان الاسيدفايد ووتر بيبقى جود كوندكتور اوف الكتريستي. فبيقول لي هنا جيف ريزون ادينج فيو دروبس اوف دايلوت سلفوريك اسيد تو ووتر ديورينج اتس الكترولايسيس باي هوفمان فولتوميتر فولتوميتر بيكوز بيور ووتر از باد كوندكتور اوف الكتريستي بات اسيدفايد ووتر از جود كوندكتور اوف الكتريستي. طيب تعال نرجع تاني للايه، لل الهوفمان. فاحنا قلنا ان acidified water decompose by electricity into number 1 oxygen، والاكسجين ده هيكون فين؟ انود ولا كاثود؟ هيكون ايه؟ انود، لان الاكسجين بيبقى نيجاتيف فهو بيروح للانود اللي هو الايه البوزيتيف. طيب وهيدروجين جاز في الكاثود، الهيدروجين جاز بيروح للكاثود لان الهيدروجين بيبقى بوزيتيف فبيروح للايه؟ للكاثود النيجاتيف. والريشيو زي ما احنا شايفين هيبقى 2 to 1، يعني احنا عارفين ان H2O H2O ده رمز الووتر، فكام H وواحدة O؟ في 2H 1O، يعني النسبة الـ H دبل. فهتلاقي برضو لما عملت انت decomposition في الهوفمان لقيت ان نسبة الـ H اللي طلعت، نسبة الغاز الهيدروجين اللي طلع قد الأكسجين مرتين، ماشي. يبقى the ratio between produced، الراتيو اللي ما بين produced hydrogen gas and the oxygen 2 to 1 by volume because water molecule H2O يعني decomposed أو is composed of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. 2H2O give H2 plus O2. ماشي يا شباب؟ طيب طبعا الكلام ده يتحفظ. ممكن نلاقي هنا give reason تاني، بيقول during electrolysis of acidified water Hoffman by Hoffman voltmeter oxygen gas evolves at anode والhydrogen at cathode. لان احنا قلنا ان الاكسجين بيبقى negative والhydrogen بيبقى positive because oxygen ion negatively charged so gas او الاكسجين gas evolve at anode while hydrogen ion are positively charged، بيبقى positively charged يعني positively charged اللي هو بيبقى شحنة موجبة يعني او positive يعني، وبيروح ناحية الكاثود اللي هو ال negative. وطبعا الجيف ريزون اللي تحت ده ايه قلناه. طيب في الجزئيه دي هنتكلم مع بعض على الووتر بوليوشن. الووتر بوليوشن هو التلوث، فالتلوث ده مقصود بيه انك تضيف على الميه اي حاجه، اي حاجه تبوظ صفاتها وتدمر صحه الانسان دي اسمها بوليوشن. فووتر بوليوشن اتس اديشن اوف اني سبستانس، اضافه اي ماده تو ووتر، اضافه اي ماده للووتر which cause continuous or gradual change، يعني continuous gradual change يعني تغير تدريجي في صفات الووتر in water properties affecting the health and life of of creatures. يعني فكرة ان انت تضيف اي addition على الووتر يبوظ من صفاتها ويأثر على الانسان. طيب water pollutants اللي هي الملوثات بقى، هنا هنتكلم على pollutants اللي هي الحاجات اللي بتلوث.
في حاجات بتلوث المية بشكل طبيعي وفي حاجات بتلوث المية بشكل صناعي. اللي بشكل طبيعي هي الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقها في الكون، الحاجات اللي هي زي الفولكينو، زي مثلا ال death of living organism يعني حيوان مات وترمى في المية، lightning accompanying thunderstorms الحاجات اللي هي العواصف والرعد والبرق والكلام ده. طيب الارتفيشال بوليوتنس هي الاخطر لان دي الانسان هو اللي بيعملها، ودي عباره عن الهيومن اكتيفيتيز يعني دي ريزز باي هيومن اي اكتيفيتيز زي البيرنينج اوف كول، زي الاوفر يوز اوف كيميكال انسكتسايدز او الفيرتلايزرز، زي الثروينج سواج ان ويست اند ويستس ان ووتر اند ريفرز اللي هي الصرف الصحي لما بيترمي في الميه وهكذا. تايبس اوف ووتر بوليوشن، الووتر بوليوشن الارتفيشال ده ليه انواع كتير. البيولوجيكال بوليوشن طبعا الحاجات دي كلها تتقري يعني بتيجي في الامتحان ساعات، بس المهم انك تفهمها اكتر يعني وتقراها اكتر من مره. البيولوجيكال ده بيجي نتيجه ميكسينج انيمال اند هيومن ويستس ان ووتر، يعني الانسان بيرمي الفضلات بتاعته وفضلات الحيوانات جوه الايه، جوه الميه ماشي. والهارم ده بيسبب ميني ديسيسز زي البلهارسيا والهيباتايتس، بيسبب ايه امراض كتير جدا. ده البيولوجيكال. طيب والكيميكال بوليوشن ان الفاكتوريز، ان المصانع تروح ترمي الفضلات بتاعتها برضو او المخلفات بتاعتها في الووتر، يعني اوريجين هنا ديسشارجنج، يعني ديسشارجنج يعني شحن وتفريغ. الفاكتوريز ريسيديوس اند سواج ان سي، يعني بنرمي الايه، بنرمي الفضلات دي كلها في البحر وفي الريفر وكده. الحكايه دي بتعمل ايه بقى؟ دي بتعمل increase the concentration، بتزود تركيز الايه الـ elements concentration، بتزود تركيز المعادن والاملاح جوه الووتر، وده harm eating fish، بيسبب ايه مشاكل في الفيش بتاكلها. ولما الفيش بتاكل المعادن والاملاح دي بتسبب لي eating fish، دي السمك بياكلها which contain high concentration of lead. عارفين الليد ده مادة اسمها الرصاص بالعربي، مادة الليد، ممكن تكتب على جوجل كده ليد element وتشوف الليد element ده بيجي نتيجة ايه، ان احنا بنرمي المخلفات بتاعة المصانع ايه جوه الووتر. فمخلفات المصانع دي بيكون من ضمن المخلفات بتاعتها عنصر الليد، الاليمنت اللي اسمه ليد يعني. فيجي الايه السمك ياكل الليد ده واحنا ناكل السمك، فيجي لنا تخلف عقلي. يعني ايه جيلنا تخلف عقلي؟ يعني death of brain cells، يعني الخلايا المخ تبتدي تتآكل وتقل مع الوقت، ويبتدي الانسان يبقى مريض بسبب الليد اللي احنا رميناه جوه الريفر وكالوا الايه السمك. طب ممكن السمك برضو ياكل المخلفات دي ويبقى عنده نسبة ميركوري عالية، يعني جوه السمك يبقى فيه ميركوري، واحنا نروح ناكل الميركوري، ناكل السمك اللي جواه ميركوري يعني، وده بيعمل بليندنس لا قدر الله، بيسبب العمى ماشي. والارسينك انكريز، نسبه الارسينك برضو ده اليمنت، لما بتزيد بتسبب ايه لا قدر الله كانسر او ليفر كانسر. يبقى في مشكله في موضوع الكيميكال بوليوشن ده. الكيميكال بوليوشن ده انا ما ينفعش اروح ارمي الصرف الصحي في البحار وفي الانهار، وما ينفعش ان انا ارمي ال discharging factors residues، ما ينفعش ان انا ارمي مخلفات الايه، مخلفات المصانع جوه الووتر ماشي، لان هيسبب لي ان لو الفيش كلت الكلام ده والليد زاد، نسبه الليد زادت هتسبب برين ديس اوف برين سيلز، ولو نسبه الميركوري زادت هتسبب بلندرنس، ولو نسبه الارسينيك زادت هتسبب ايه ليفر كانسر. الثيرمال بوليوشن ده النوع الثالث من انواع الارتفيشال بوليوشن، وده ان درجه حراره الميه تزيد، increasing the temperature of some water areas used in cooling the nuclear reactors. في حاجه اسمها nuclear reactors، المفاعلات النوويه، والnuclear reactors دي بتسخن الميه بشكل كبير جدا، او بتستخدم الميه في عمليه التبريد، فالميه بتسخن يعني عشان نبرد المفاعل النووي ده بستخدم الميه، فالميه بتسخن وبرمي الميه تاني في البحر. فالميه لما بتزيد بتقلل نسبه الايه الاكسجين. It's a harm. الهارم بتاعها ايه؟ death of marine creatures. المارين كريتشرز اللي هي الايه الكائنات البحريه يعني، due to separation of dissolved oxygen in water. لما الميه نسبه، لما الميه درجه حرارتها بتزيد مع الوقت في البحر، الاكسجين اللي جوه الميه بيتفصل،
تبقى المية ما فيهاش اكسجين، يعني يبقى نسبه الاكسجين فيها قليله، والسمك ما يعرفش يتنفس جوه المايه ويموت. في حاجه اسمها راديانت بوليوشن، والراديانت بوليوشن ده عباره عن الاتوميك ويستس، الحاجات اللي ليها علاقه بالنيوكليير رياكتورز كده بنرميها جوه المايه، وده بيسبب ايه؟ بيسبب حاجه اسمها راديانت بوليوشن. خلاص طيب دي مش مهمه يعني. خلينا نتكلم على بروتكشن اوف ووتر فروم بوليوشن. دي حاجات تقدر تقراها، ان انت بيكلمك على انك بريفنتنج بقى الحاجات اللي انت ما تعملهاش بقى، او ازاي تحافظ على الووتر يعني. بريفنتنج جيتنج ريد اوف سواج ويستس اوف فاكتورز اند ديد انيمالز ان ريفر، ديفلوبينج ذا ستيشنز، ان احنا نطور محطه تنقيه الميه. كل الحاجات دي تقدر ان انت تقعد تقراها، دي كلها يعني ما بتجيش في الامتحان، او يعني احفظ اثنين او ثلاثه كده منهم. دي بروتكشن اوف اوف ووتر فروم بوليوشن. طيب هنقف لحد هنا. هو ده كده ليسن الووتر، هو درس من الدروس السهله جدا. ايه الحاجات اللي اركز عليها في الدرس ده؟ اركز على السورسز اوف كونسيومينج ووتر، اركز على الهيدروجين بوند، اركز على الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز، واهم حته في الكيميكال بروبرتيز هي الهوفمان فولتوميتر والمعادله بتاعته والتفاصيل بتاعته والجيف ريزونز دي. لازم الجزئيه بتاعه الهوفمان اللي هي في بيج نمبر 5 دي تتحفظ زي اسمك. ده كده درس الووتر، بتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه ان شاء الله، ويا ريت تراجعوا الفيديوز اللي فاتت على الدرس ده. بتمنى ان شاء الله كل التوفيق ليكم. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.